أخبار اليوم. أنا جميل كامل بنيوتي، كنت مدير عام حسابات جامعة عين شمس. بدأت رمضان بالنسبة لي من أيام 73، لأن أنا كنت أحد ضباط الجيش، كنت ضابط مجند واشتركت في حرب رمضان، وكنت ضمن قوات الجيش الثالث. فرمضان دايما بيمثل لي أصعب وأحلى أيام حياتي. النهاردة إحنا بعد انتصار أكتوبر ورمضان الواحد بيحس فيها بفخر. يعني امبارح كان 10 رمضان، أنا كنت حاسس إنه هو عيد ميلادي. أنا قعدت جوه سينا مع الجيش الثالث من أكتوبر لغاية فبراير، وكانت أحلى أيام، وكانت أحلى صحوبية للجنود والضباط واواوا. فأنا مرتبط برمضان من وقتها. لما بعض الأهل الحتة والأصدقاء بدأوا الفكرة بعمل المائدة، كنت أول واحد انضميت ليهم، وكان دوري كدور أي واحد الأول، المساعدة والتنظيم والترتيب. وكانت في البداية صغيرة، 3-4 ترابيزات، وكانت الأكل بتعمله ستات البيوت اللي حوالينا، ما فيش فرق بين ده مين ده ولا ده مين. دي الست دي بتنقي الرز، التانية بتقطع البطاطس، التالتة بتنظف البصل، وكنا بنعمل الكلام ده. ابتدت مع الأيام تكبر. احنا لينا النهاردة 33 سنة، وانا الجزء ده جزء من بيتي. انا وهبت المائدة الرحمن للمجموعة اللي هي قائمة على تنظيم المائدة كل سنة، وبقينا مجموعة كبيرة والحمد لله، وكل واحد عارف دوره وبيعمل ايه. وعلى مدار الشهر كده بتلقانا متجمعين، والناس الحمد لله معروفة المنطقة دي، والمائدة دي مشهورة باسم مائدة الوحدة الوطنية. وحتى لو بصيت كده هتلاقي فيه الهلال والصليب محطوطين، ده ولا تمثيل ولا أي حاجة، ده موجود. وكل واحد بيقوم بدوره، وكل واحد حافظ زي ما حضرتك شايف، اللي بيقطع بطاطس، اللي بيقطع كوسة، اللي طباخ محترف بيجي يعمل وجبات يوميا. الوجبة النهاردة غير امبارح غير بكرة. والحاجات الخضار اليوم، عشان الناس، ويمكن في بعض الأحيان بيتسأل الصايم تحب تأكل إيه بكرة، فبيحدد ولو في إمكانياتنا بنجيب. فالوجبة بتضم لحمة ورز وخضار وسلطة وترشي وعرق سوس أو عناب وعيش. كل الحاجات دي موجودة متوفرة، وكل واحد لما بيجيب حاجة أو بيمدنا للمائدة ما بنقولش ده نوعه إيه ولا ده صنفه إيه ولا أي حاجة، وكلنا حاطين إيدينا في إيدين بعض وكله بيخدم. هتلاقي رتب كبيرة، هتلاقي والرتب دي بدأت وهي صغيرة، النهاردة وصلت أعلى المناصب وما زالت مرتبطة بالمائدة، والمائدة مرتبطة بيها، ويمكن مجمعانا مع بعض. النهاردة في أشبال صغيرة زي ما أنت شايف، دول هم رجالة المستقبل إن شاء الله. يمكن بيشتغلوا من دلوقتي، اللي بيقطع، اللي بيغسل، اللي بيعمل أي حاجة. والحمد لله ربنا يوفق، وكل سنة وهم طيبين، وهي دي مصر. فكرة العمود دي يعني نشأت إن في ناس بتبقى بتحرج إنها تيجي تقعد في المائدة تاكل، وفي ناس مريضة فصعب إنها تيجي أو كبار سن. فإحنا يعني في المخ اللي بيفكر واوا فكر في موضوع العمود، وفعلا جبنا عمدان وميًا بيجي ياخد الأكل على حسب عدد أسراد الأسرة، بيفطر في البيت، واللي ممكن بيتبقى منه أو أي حاجة ممكن يتصحر بيه، ممكن وده منعا للإحراج للناس بتتكسف تيجي تقعد من حاجات زي. فالموضوع العمود ده يعني هو جديد، وفي نفس الوقت ما بيعملش زحمة هنا،
وبرضو المائدة موجودة فيها اللي موجود عمال في محلات، ناس من المنطقة بتاع بتيجي تاكل، والشباب بيخدمها وما بيفطرش إلا ما آخر واحد يقوم. أتمنى لمصر كل خير يا رب، وهي دي مصر، مش حاجة جديدة علينا يعني.